وصف ممثل المرجعية الدينية العليا المشاركين في إنجاح زيارة الأربعين لهذا العام 1436 للهجرة بأنهم شركاء الملائكة. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كلمة له إثر انتهاء مراسم الزيارة: إننا نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لجميع المشاركين في إنجاح زيارة الأربعين المليونية، وأكد إنهم حقا شركاء الملائكة في خدمتهم وعطائهم وثوابهم، مبينا أن الروايات تفيد بأن زوار الإمام الحسين عليه السلام تخدمهم الملائكة وتخصهم بالصلاة والاستغفار والدعاء. شركاء الملائكة. اسمي جماعة حسين موسى من قسم الصيانة عتبة الحسينية المقدسة قسم الصيانة. أعمل حاليا سباك وفي كل أعمال قسم الصيانة. بدأ عملي بديت العمل بالعتبة الحسينية من زمن طاغية صدام، وبعد السقوط سنة 2004 بدأت العمل في قسم الصيانة. يعني أنا حاليا مرتاح جدا، ويوم اللي ما أعمل يعني ما أرتاح نهائيا، أحس براحة جيدة جدا، مرتاح وعملي مستمر حاليا. وأنا حاليا صار لي 3 أشهر متطوع يعني أعمل. كرامة صارت عندي أنا بنفسي يعني بإيدي. شرشوبة باب الشهداء عندما فتحناه انقطعت من الزنجيل ووقعت على رجلي. شرشوبة 3 طنون وما انكسرت رجلي الحمد لله. واحد الكرامات بنية معاقة بالعربانة، وراحت جبتها بالعربانة من باب الرأس الشريف، راحت قبل من باب الذهب قبل الشباش تمشي. أحس وجود ملائكة خلال العمل يعني موجودي، وخلال رياض كثيرة يعني موجودين تواجد الملائكة حول الضريح الدوار الضريح. زيارات المليونية نستمر بالعمل، وأنا من ضمن عمل يعني أبقى حتى 15 يوم بالنسبة لزيارة الأربعين، حتى ما أروح للبيت وأبقى 15-20 يوم إلى أن تنتهي الزيارة، يلا أنسحب من العمل. أرتاح بعمل الزيارات المليونية جدا، أني أرتاح أنا وزملائي هواي، إحنا مجموعة كبيرة ما ننسحب من العمل إلى أن نكمل الزيارة. اللي أتمنى أنه استمراري بالعتبة
هنا استمراري بالعمل بالعتبة الحسينية المقدسة حتى لو كنت مطوع يعني. واي حاجات طلبتها من الإمام الحسين الحمد لله رب العالمين بفضل الله والإمام الحسين انجزت لي. احنا نوجه الزوار بالنسبة انك خدام الإمام الحسين، نوجه الزوار يسألني مثلا الداية اللي تيها دلي عن المكان اللي يريده، ونوجه مثل هذا منا محل صلاة ماكو هذا اتجه الدخول منا الخروج منا، هذا عملنا بالدخول الزائرين بالخدمة الزائرين الإمام الحسين وزوار الإمام الحسين عليه السلام في أي مكان، هذا خدمة الإمام الحسين عليه السلام.